آه وحشتوني والله العظيم، فعلا وحشتوني جدا، وبعتذر جدا جدا عن التأخير اللي حصل يعني التوقف الكبير اللي حصل ده. بس انا من ساعة ما رجعت مصر انا عييت وصوتي راح وحاجات كده كتير، وبعد كده حصل عندي مشاكل في الانترنت كونكشن زي ما انتوا عارفين. ما اعرفش يعني، بس عندي الانترنت كان وحش خالص، فده كمان وقفني. فحصلت يعني حاجات كتيرة كده بدون نخوض في التفاصيل، ولكن احنا we're back. وشكرا جدا 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 لكل الناس اللي بعتت لي وقالوا لي لازم نكمل، بليز مستنيين اللسن اللي جاي والكلام ده كله. انتوا والله السبب انه انا مكملة رغم الظروف. طيب احنا المرة اللي فاتت مش عايزة اتكلم كتير كالعادة، عشان انا لما بتكلم بفتح في الكلام ورغي بقى وكده. فاحنا اخر حاجة وقفنا عندها كانت الأول، قبل ما أقول صحيح الموضوع ده، يا ريت لو أي حد عنده سؤال بخصوص اللسن أو بخصوص صوت معين أو كده ما يكتبهوش في الكومنتس بتاعة الفيديو، يعني لما أحطه على اليوتيوب، علشان خاطر مش بيجي لي نوتيفيكيشنز إن حد كتب كومنت، في أغلب الأوقات مش بشوفه، والناس ساعات بتسألني تقولي أنت مش بتردي على الأسئلة دي. فالأفضل إنه أنا هحط لكم رقم للواتساب، ممكن تبعتوا لي واتساب تكست يعني على الواتساب تسالوني الاسئله اللي انتوا عاوزينها وانا هرد عليها. لكن مش دايما بيجي لي نوتيفيكيشنز على الفيديو، فبيعمل لي ازمه في فكره ان انا بفوت سؤال او وهكذا، بالذات لما تكون فيديوز قديمه. طيب احنا اخر حاجه توقفنا عندها كانت صوتين اللي هم اربعه، اللي هم ث والذ والس والز. حلو. النهارده هناخد صوتين برضه، بس صوتين مهمين جدا، من الحاجات اللي بتحتاج براكتس كبيره جدا جدا جدا. طيب خلينا نبدا على طول علشان ما نضيعش وقت. اوكي. طيب الامريكان ار، الار يا جماعه بشكل عام هي يعني من احنا طبعا احنا عندنا حرف الر في العربي، صح؟ معروفه احنا عندنا ر، يعني مش حاجه صعبه. ولكن الار في الامريكان انجلش او في الانجلش بشكل عام مختلفه عن الر اللي في العربي، يعني هما متشابهين، ولكن هما اصلا the way you produce it، الطريقه اللي انت بتطلع بيها الساوند مختلفه جدا. طيب احنا بنقول ر عادي، ر صح، ر عادي جدا. الار شايفين انا بقولها ازاي، يعني حتى لما تيجي تسمعني لما اقول ر غير لما اقول ار، مختلفة تماما. طب احنا ازاي، احنا عشان نعرف ننطقها صح محتاجين نعرف هي اصلا انا بحرك لساني جوه ازاي، لساني اللي جوه ده بيتحرك ازاي. تعالوا كده نشوف. طيب اولا هو بيقول لك في طريقتين، ولكن الطريقة اللي انا عايزة اشرحها هي دي، الطريقة اللي هي دي اللي هي الطريقة اللي هي يعني فعلا اسهلهم وما تعملكش لخبطة كتير. طيب احنا بنقول ره، احنا جرب كده معايا، اعمل ر اقول ر، هتلاقي ان التيب اوف يور تونج، يعني ايه تيب اوف يور تونج؟ التيب اوف يور تونج اللي هي دي التيب اللي هي اول حته خالص في اللسان. التيب دي لما تيجي تقول ر لازم تطلع تضرب في سقف حلقك، صح؟ جربها كده وركز وانت بتحرك لسانك، شوف لسانك التيب دي هتروح فين؟ هتلاقيها بتطلع في سقف حلقك، صح؟ الار في الانجلش مش بتطلع في سقف الحلق. شايفين الرسمه دي؟ شايفين ده اللسان، اهو ده اللسان، وده سقف الحلق، ودي السنان upper teeth and lower teeth، صح؟ طيب شايفين اللسان؟ ده التيب. هل التيب لازق في سقف الحلق او حتى لمسه؟ لا، بس هو طالع عنده وما نزلش، هو بالظبط عامل يعني انا هحاول، هو بالظبط عامل كده، وده سقف الحلق مثلا. فانت انت ال 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 يعني لسانك عامل كده، انت هو عامل زي الموجه كده، انا مش لاقي له تشبيه بصراحه، هو عامل زي الموجه كده، تمام؟ تحاول كده تقول ار 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 ار، هي اللسان مش طالع في سقف الحلق. طيب هي بتحتاج، هو حتى بيقول لك simply curl curl، يعني خليه كده the tip of your tongue and pull it back a bit. Keep the tongue tense. انت بتيجي تقول R انت هتخليها كده بالظبط. شايف الكيرف ده؟ ده الكيرف اللي هو قصده عليه، الكيرف ده وده لغايه ما توصل للتيب هنا. طيب في ناس ممكن ما تتخيلش الموضوع قوي، فتعالوا كده ننزل على ثانيه. اوكي ماشي. تعالوا كده انا عاوزاكم تسمعوا معايا
عاوزاكم تسمعوا معايا الاوديو ده. طيب ده ايه؟ سي دي 2 تراك. اوكي خلينا نفتح بس الكمبيوتر ساوند. شير كمبيوتر ساوند. اوكي طيب سي دي 2 تراك 67. حلو. بس لا كان في حاجه هنا الاول. لا اتس نوت. طيب 67 there it is 67. نسمع كده. R at the end of the word. Words for practice. More. More. Here. Here. Her. Her. For. For. Culture. Culture. Where. Where. Sure. Sure. Car. Car. لو خدتوا بالكم يا جماعة هنا. Word groups for final R. طب احنا هنوقف. All of the following words have an عشان هي اصلا دخلت في الجزء اللي بعده اللي هو اصلا في الصفحه اللي بعدها. طيب في هنا في الكام كلمه دول شويه كلمات احنا بنطقهم غلط. زي ايه؟ زي مثلا نمبر 3. في ناس بتنطق دي بتنطقها هير اللي هو شعر. ده الهير. الهير اللي هو الشعر. بس دي بنكون بكلم عن واحده يعني talk to her her. فهي فاكرين الساوند اللي هو الفاول ساوند في اول تشابتر خالص. ويا ريت يا ريت لو لسه حد لو حد هيشوف الفيديو ده لاول مره يا ريت يرجع للفاول ساوندز اللي هي كانت في الاول خالص لما خدنا الار ساوند. ار ار. فهنا نمبر 3 it is the same. نمبر 3 her her. طب نمبر 5 دي نمبر 5 نمبر 5 call call. هنا في sound call والL دي dark والL دي اللي احنا لسه هناخدها دلوقتي على فكرة. وبعد كده الR في الآخر فهي تبقى culture. culture. تاني culture. تالت culture. طيب number 6 where. دي سهلة فيهاش مشكلة. number 7. في ناس كتيرة في ناس كتيرة تيجي ترد مثلا عليك تقول لك حاجة تقول لك sure which is not correct. يعني هو المفروض sure. sure هي مش الاو زي food. هي او زي fall. تمام حلو. مش عايزين نفضل هنا كتير. خلونا كده انه لسه في جزء problematic جدا محتاجين ناخده. حلوة قوي محتاجين ناخده. بص يا سيدي هنا هنا بقى في ال في ال في الصفحة دي شوية بقى practice بجد مهمين وحلوين جدا جدا جدا. ده الجزء اللي هي هتكمله في الاوديو دلوقتي. تعالوا نسمعه. هنا هو جايب لك الار بس جايبها لك في فريز فثلاث كلمات. تعالوا كده نسمع. An R at the end. Make sure you pronounce each one clearly. Four door car. Four door car. Her younger sister. Her younger sister. They're never here. They're never here. Sooner or later. Sooner or later. Lobster for dinner. Lobster for dinner. Your older brother. Your older brother. Four more over there. Four more over there. طيب الحلو هنا ان انت لما تعمل practice انت بتعمل practice هي مش يعني هي هو هنا في منها جمل وفي منها عادي يعني جزء من جملة انه بتقول الكلمات وراهم. وياريت يا جماعة واحنا بنسمع وبنكرر ياريت لما نسمع ونكرر نكررها بنفس الانتونيشن اللي اتقالت بيه. بمعنى انه انا لقيتهم بيقولوا مثلا ايه they're never here. هقولها زيهم they're never here. طب لو قالوها مثلا her younger sister هقولها برضو her younger sister. لو انتوا لاحظتوا انا دايما بقلد الانتونيشن اللي انا سمعاه مش بجيب انتونيشن من عندي. الموضوع ده بيفرق كتير قوي لما تيجي بعد كده تتكلم بشكل عام او تعمل practice. طيب لو خدتوا بالكم هنا في نمبر 3 نركز بس على كام حاجة problematic كده. لو خدتوا بالكم هنا في نمبر 3 لما بيبقى عندي they و are وبعمل ال contraction اللي هو apostrophe وبعدين re بقول there there there. ما بقولش they are لان هي خلاص انا عملتها جملة واحدة صح؟ انا اسف عملتها كلمه واحده فبقول there there. طيب كان ايه تاني؟ ام
اه هنا في your و older، ما قلتش your older brother. لو خدتوا بالكم هنا هي عملت linking لل your، شبكتها على طول مع older، قالت your older your older as if انه دي كلمة واحدة. حل ناخد بالنا من اللينكينج والحاجات دي، اصلا هي ليها تشابتر تاني قدام هناخده هنتكلم في كل اللينكينج ونعمله ازاي والكلام ده كله. اللي انا بحبه قوي الصراحة، انت اصلا اوريدي عارفين خلاص دلوقتي ان انا بحب قوي الاكسنت بشكل عام. طيب اوكي، هنا بقى في البارت ده بص بيقول لك الفرق ما بين الامريكان والبريتش. يعني مثلا بيقول لك مثلا كلمة زي دي، دي اللي هي دي اللي هي مورنينج بالامريكان عادي جدا، بيقول لك يعني انه بالبريتش بيقول لك مورنينج. هنا مثلا فيرست هيقول لك فيرست، هنا مثلا اللي بعديها مودرن هيقول لك مودرن. فهو بس بيقول لك يعني الفرق اهو، مثلا ان هنا انه البريتش بيبل بيشيلوا الار وبيخلوها من غير ار، دي حاجه لو انت بتسمع كتير هتبقى عارفها. طيب هنا بقى دي شويه words for practice. احنا ممكن ناخد البارت ده واسيب لكم البارتس الثانيه يعني for you to check it. الناس اللي سالتني على السيديهات لو رحتوا لاول فيديو او تاني فيديو هتلاقوا ان انا حاطه اللينكات بتاعه السيديهات، الناس قالت انها اشتغلت، فيا ريت لو حد بيدور على السيديهات عشان في ناس كتير بتبعت لي يروح للينكات اللي انا حطاها في اول او تاني فيديو ماكسيمم. اوكي طيب خلينا كده نبدا مع بعض نشوف مثلا ممكن انتهى ازاي. طب نمبر 1 لو انتوا فاكرين احنا كنا قلنا لما بتيجي ال n قبل ال t ان احنا بننطقها ازاي، بنقول important important. هنا انا اسفه ال t اللي قبل ال n وهنا ال t في الاخر، زي بالظبط mountain زي certain، ال t جايه قبل ال n فتبقى الحته الاخيره mountain. كان في ايه تاني؟ button فهي ال n او لساني لازق في سقف حلقي وانا بقول ده، لما باجي اقول اللسان لازق ما بنزلوش ما بنزلوش. important اللسان فوق، certain اللسان فوق، تمام. طيب يبقى important information first person. ال word pairs دي يا جماعه مهمه قوي 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 في البراكتس بليز. تعالوا كده نسمعوا عشان بعد كده نروح للساوند التاني اللي كنت قلت لكم عليه. خلينا بس نشوف ده. طيب اوكي ده تراك. انت بتعمل ليه كده معايا؟ ثانيه واحده. اوكي ده ايه 69. اوكي طيب انا عشان شكلي انا مغطي على البارت ده. اوكي طيب 69 حلوه قوي. Word pairs. Important information. Important information. First person. First person. Hard to understand. Hard to understand. Northern California. Northern California. Early in the morning. Early in the morning. Survive divorce. Survive divorce. Learn German. Learn German. Undergoing surgery. Undergoing surgery. 30%. 30%. Modern furniture. Modern furniture. March bargain. March bargain. Perfect performance. Perfect performance. حلو؟ طيب شايفين السنتنسز دي؟ رائعة. يا ريت لو نسمع ونقعد نجرب نقول السنتنسز دي. احنا قلنا لو احنا هنقولها بالشكل الامريكي فاحنا هنقول سنتنسز. نجرب نقول السنتنسز دي ورا بعض ورا بعض، هتبقى براكتس رائع جدا. زي مثلا دي هتيجي كده هتقوم قايل I spent part of Thursday learning the new computer software. I heard it was a 4-hour performance. He won a journalism award for his report on Pearl Harbor. لو قلتها كده حتى من غير ما نسمعها يعني. طيب احنا كده خلصنا يعتبر. برضو تحت هنا في story for practice ليها audio على فكرة. لا منهاش I'm sorry. هنا ممكن بقى نستخدم يوجلش اللي قلت لكم عليه قبل كده، او ممكن نستخدم Oxford نسمع ال dictionary نسمع ال pronunciation. بس هي مش صعبة. On Saturday afternoon at 4
We're having a surprise birthday party for our daughter Rachel. She'll turn 13. Her cousins Charles and Barbara will arrive early to help her to help prepare. We'll take pictures, play cards, and some board games. على قد ما تقدروا برضو تحاولوا تركزوا على يعني أنا دلوقتي بقول story كأني بقراها للأولادي مثلا كأني بقراها للطفل الصغير بحاول أحافظ دائما على intonation مثلا يعني مش ها مش ها مش هبقى زي robot الروبوت وأقعد أقول بقى on Saturday afternoon at 4 we're having لا لا ما دي مش دي كده مش قصة it's not a story when I say it like that on Saturday afternoon at 4 we're having a surprise birthday party for our daughter Rachel she turned 13 Her cousins Charles and Barbara will arrive early to help prepare. We'll take pictures, play cards, and some board games, and so on and so forth. تمام؟ حلو. نروح بقى. لتاني sound اللي هو الأمريكان L L تاني L مش L. طبعا إحنا قلنا قبل كده إنه في اللي هي light. اللي هي زي lemon اللي هي بتبقى L عادي وفي اللي هي dark اللي هي لما اجي اقول مثلا milk او feel صح؟ هناخدها شوية بقى بشكل تفصيلي اكتر دلوقتي طيب هنا يا سيدي هو بس بيديك شوية شوية شرح طيب خليني بس اقول لكم حاجة في موضوع اللايت والدارك اللايت بتكون most probably في الأول اللي هي light L دي بتكون في الأول تقريبا 80% من من ال L اللي بتكون يا في النص يا في الآخر بتكون dark بنعرف منين مش دايما احنا زي ما احنا شايفين هنا دايما في exceptions مش دايما القاعدة بتسري على 100% اللي هنشوفهم في اللغة دايما بيكون في exceptions ولازم انا مع كتر البراكتس خلاص ببدأ اعرف يعني دلوقتي مثلا عرفت انه feel دي dark خلاص مش هكررها بقى feel تاني صح هخليها feel all the time وهكذا البراكتس يا جماعة احسن بكتير من ان انا اقعد يعني حتى الرولز اللي احنا بنقولها انا عايز اقول لكم البراكتس افضل بكتير من مذاكره الرولز ونقعد نبص على دي فيها ايه ودي فيها ايه والكلام ده كله البراكتس مهما كان it is the key towards perfection حل طيب دي 72 طيب هنا الثانيه واحده بس كده تعالوا كده بقى نسمع ده 72 حلو نسمع بقى بس يا ريت واحنا بنسمع نبقى مركزين قوي 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 يعني يا جماعه ودنا بتسمع حرفيا مش عمال بسمع وخلاص وفي الاخر اقول فيل وملك وفيلم تمام نسمع كويس قوي words for practice although call children cold difficult felt film little milk myself people will كل ده dark L ده نسمع ونعيد ساعتها هنلاقي ان احنا ما قلناهاش بالشكل المطلوب نعيد تاني وهكذا practice makes perfect لو خدتوا بالكم من الحاجات اللي احنا يمكن مش بناخد بالنا انها dark L هي number 10 مثلا في ناس كتير هتلاقيه بيقول لك myself خليها اللي هي اللايت which is not هي myself self L انا بستخدم الحته دي شويه وانا بقول ده L myself برضه نمبر 11 ناس بتقول ايه people حتى لو هينطقوا صح بس هو طبعا مش بيحصل يعني هو لو حد نطق لو غلط في البح والباء بيغلط برضه في الدارك ال فبيقول لك مثلا people صح دي اللي هي الكلمه المصريه صح بس ايه الصح الصح انه انا اقول people هو ما فيش او طبعا بس هي عشان البح عشان تتنطق مع الدارك ال عشان اصلا I produce it like this
عشان to utter it like this لازم تقول people. ونمبر 12 طبعا اللي هي well. خلي بالكوا ان الكلمة دي في الكلمة التانية اللي هي W-E-L-L صح؟ فاحنا عندنا دي اللي هي ال A sound والتانية اللي هي A sound والdifference بينهم موجود ولكن هو مش كل الناس بتلاحظه اللي هو دي اللي هي well A والتانية well اللي هي A. طيب خلينا بس عشان let's برضو go for the word pairs عشان مهمة جدا 73 okay. Word pairs for practice. Tall girl. Felt guilty. Old school. Tall wall. Cold milk. Gold medal. Little children. 12 soldiers. طيب احنا ده lesson number كام؟ مش lesson number خدت بالك قريتها زي مش lesson number 12 لا هو lesson number 12 هي اولا هنا بعد ال W هي A sound فهي توا مش توي توا 12 فهي L 12 مش عارفه ليه لما بنطق لازم اعمل كده بس يعني تمام 12 soldiers كل واحد كده لازم يبقى ليه لازمه كده معينه تعرفش تيجي منين طيب نركز بقى في الحتة دي ثانية واحدة في البارت ده مش هنسمعه ولكن خلينا نقوله كده في البارت ده بيقول لك انه جايب لك يعني نفس الكلمات ولكن الديفرنس في الـ L بيوريك ازاي تسمعها نمبر 1 مثلا code صح اللي جنبها cold فبيوريك الدارك L هنا عاملة ازاي dealt thing debt dealt toad told wide wild ننزل بقى هنا طبعا sentences for practice لطيفة جدا يا جماعة مهمة قوي والله عظيم يعني مثلا تعالوا كده نعمل one or two مثلا together ثانية بس نقلل يا حبيبي انسى يا باب طيب jail also doesn't feel well enough to go to school. Danny. Jail also doesn't feel well enough to go to school. I'll call Paul and tell him that you'll be late. 12 people will build a tall wall around a castle. حلوة قوي لو هتقدروا تسمعوها كل شوية وتاخدوها كلها ورا بعض كده زي ما بتسمعوها بالظبط البراكتس ده هيبقى بجد والله العظيم رائع. يجي بقى للبارت اللي انا بحبه قوي بصراحه انا بحبه قوي وده من الحاجات اللي تفرق الحد اللي فعلا الاكسنت بتاعته متمكن منها والحد اللي لسه يعني ايه بيجاهد يعني بيجتهد يعني وللاسف ساعات لما الناس بتنطق الكلمات دي غلط فبتبقى لو هم عندهم اكسنت لطيفه بتبوظ الدنيا وبتحسس بتحسس اللي بيسمع ان الاكسنت جايه بفيك يعني فيك شويه بس طبعا كلنا بنجتهد يعني احنا قلنا عامه بشكل عام وانا بطلع بقول الكلام ده على طول انه اصلا الاكسنت المصريه مفهومه وما فيهاش اي مشكله خالص يا جماعه الهنود بيتفهموا فالهنود اللي هم الاكسنت بتاعتهم صعبه جدا بيتفهموا فاحنا يعني مش هنتفهم ولكن انا بحب انه دايما النطق يبقى سليم وطبعا بالذات التيتشرز وانا عارفه ان في تيتشرز بيتابعوا الكورس ده لازم نطقكم يبقى سليم يا جماعه عشان انتوا ما ينفعش الستودنت يسمع منكم حاجه غلط طب اوكي وانا عشان طبعا الجزء بتاع يعني بتاع الشاشه دي بتاعتي فاحنا هنروح للجزء التاني ده بعدين طيب بيقول لك ايه يا سيدي بيقول لك انه الال لما بيجي قبلها long vowel واللونج vowel ده ممكن يا اما يبقى diphthong يا اما يبقى مثلا زي e زي او طبعا احنا عندنا ايه عندنا ايه واي صح مين فيهم short ومين فيهم long الايه short الاي long طيب زي اه واو الاه short it's a short sound الاو long sound صح حلو طيب
هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان لما يجي قبل ال L يجي قبلها long sound زي ايه؟ هو هنا جايب لك ايه هي ال long sounds اللي هو جايبها في الجدول ده؟ جايب لك زي ال E زي ال A. ما هو ال A ده لو انتوا فاكرين it's a diphthong, وال diphthong هو اصلا two vowels مع بعض كونوا لي عملوا vowel sound جديد. طيب زي برضو I diphthong, oi diphthong, u. حل؟ يعني احنا عندنا كام؟ عندنا خمسة. انا اسف. عندنا خمس عندنا خمس يعني خمسة vowel sounds وبيكلم عليهم عن انهم long vowels. لما بيجي وراهم ال L بيحصل ايه بقى؟ بص يا سيدي. عايزاكم بقى هنا يا جماعة بس تركزوا في اللي انتوا اسمعوه مني انا. اوكي؟ طيب هنا. ال E دي. اهي. انا عندي. هنا لو انا هنطقها غلط. هتبقى feel. صح؟ يعني طيب هنا اللي هو قبل ال L انا عندي E sound. طيب ال E sound دي بعديها بيجي L. L. لما يبقى عندي بقى ال long sound ده ال long vowel ده مع ال L بيحصل ايه؟ بحط شوا قبل ال L على طول. فمثلا ايه؟ بصوا كده انا عايزاكم تاخدوا بالكم من ايديا. اوكي؟ انا طبعا لاني مش هعرف اعملها هنا بمنتهى الامانه فانا هستخدم ايدي. انا دايما على البورد بوريها للستودنتس بتبان قوي. عارفين المقياس بتاع الزلازل اللي هو ريختر؟ عارفينه لما بيقعد يعمل كده كده وبعدين يطلع لما يبقى الهزه بتاعت الزلزال عاليه وبعدين ينزل تاني ويقعد يعمل كده ويطلع وهكذا؟ ده اللي انا هعمله دلوقتي. فركزوا بس معايا. دلوقتي لما اجي اقول فيل حصل ups and downs؟ لا. طب لما اجي اقول feel تاني feel feel feel. طب نبص كده على الثانيه اللي بعدها دي. لو انا اقولها هقول sail صح؟ ده الغلط. sail sail sail. في كده حته اللي هي او sail feel sail. طب اللي بعديها مثلا mile. نبقولش mile mile. في او هي دي الحته اللي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها. طيب الحته دي هي الشوا اللي انا حطيتها عشان اعرف اقول ال L بشكل سليم اللي هي dark L انطقها بشكل سليم. فما ينفعش اقول steel. لا ما هي steel دي كده steel. لكن لازم اقول steel steel. حل؟ طيب نسمع بقى كده عشان انا هحاول اقلله. مش عارف بقى انتوا هتشوفوا بس يعني ها اعتقد. طب ده الاول تراك نمبر كام؟ 76. اوكي. طيب خليه هنا كده عشان لا خليه كده. طيب ونبقى نمشي شمال مثلا او خليه خلاص خلينا هو عامة لما يجي ينطقها I guess it's gonna go like this. طيب 70 احنا قلنا 76. اوكي. Long vowels plus L. When a long vowel is followed by an L, put an extra a sound in between. Instead of saying feel, say feel. It's almost as if you're adding an extra syllable. Words for practice. E plus ol. Feel. Feel. Steal. Steal. Deal. Deal. Real. Wheel. 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 Heel. Heel. A plus ol. Sail. Sail. Mail. Mail. Whale. Whale. Pale. Pale. Fail. Fail. Exhale. Exhale. I plus ol. Mile. Mile. While. While. Style. Hile. Smile. Mile. File. File. Trial. Trial. Oi plus ol. Oil. Oil. Toil. Oil. Spoil. Hoil. Foil. Foil. Boil. Boil. Soil. Soil. Ooh plus ol. Tool. Tool. School. Cool. Rule. Rule. Fool. Fool. Cool. Cool. Pool.
cool. حلو. انا بحب قوي قوي الكلمات دي بصراحه، يعني انا بحس انه لما بسمعها من حد بحس قد ايه هو متمكن من الاكسنت بتاعته، وانه it sounds authentic، مش حاجه يعني ايه فيك شويه. ده هيحتاج يعني in order to master it محتاج يا جماعه شويه وقت، فمش محتاج احباط ومش محتاج يأس، الموضوع بياخد وقت والله العظيم. وانا when I mastered this انا برضو عديت ب practice كبير جدا. قلت لكم قبل كده كلمه girl و world وكان ايه تاني earth و first والكلام ده، الكلمات دي خدت مني وقت كبير قوي. هنا طبعا في word pairs بيجيب لك كلمتين من الحاجتين دول مثلا مع بعض، زي مثلا number one هنا fails cool cool style miles and miles real deal steal the tool file the mail. هل احنا كده خلصنا الدرس بتاع النهارده؟ في هنا على فكره هنا بقى جايب لك شويه ثانيه واحده مش مطوعني اللابتوب النهارده، جايب لك شويه practice ما بين ال L و ال R مثلا، يعني مثلا جايب لك هنا feel fear deal dear stole store mole more وهكذا. ثواني اوكي stop share. طيب كده احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده. لو عندكم اسئله ابعتوها لي. انا عارفه انا قبل كده في ناس بعتت لي هوم ورك انا كنت قلت لكم عليه، بس انا معلش اعذروني الفتره دي انا فعلا مشغوله، يعني مش قادره اتابع كل حاجه وكده، مش قادره ارد على كل الناس يعني، فمعلش اعذروني الفتره دي لانه انا برد على ناس في اكتر من جهه، فصعب عليا ارد على كل الناس في نفس الوقت، فمعلش انا اسفه يعني على الموضوع ده. We're done for today. يا رب يكون اللسن النهارده كان مفيد. شكرا لكل الناس بعتت لي تاني والله بجد. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، هحاول ان ما يكونش الجاب كبيره، هحاول ان شاء الله انه الدرس يكون يعني على طول بعد الدرس ده برضو على طول، مش هحاول بقى الجابس تقل شويه. ولو عندكم اي اسئله انا هسيب الواتساب نمبر في الديسكربشن، عشان لو حد عنده سؤال يا ريت يبعتي على الواتساب، افضل بكتير ما يبعتي على الرسائل بتاعه الصفحه، او حتى يعني يبعتي يكتب لي السؤال في كومنت على الفيديو. يلا باي باي، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله في lesson number 13. ماشي. Bye-bye.